حقيقة هنالك إنجازات، ولكن هنالك بالكهرباء من يحاول، نعم حتى في الكهرباء، ولكن هنالك لنكون صريحين من يحاول رمي العصي أمام تقدم وإنجازات هذه الحكومة. هذا يعني ربما أنا أذكرهم حتى السيد السوداني، قد يكون هناك مدراء أقسام في وزارة الكهرباء يحاول عرقلة وإطفاء المنظومة على أحياء سكنية، وأيضا يحاول حتى تعطيل، يعني هنالك لجنة شكلت لمعرفة من هو المقصر. هنالك من يحاول إفشال هذه الحكومة، فرق بين أن تفشل هذه الحكومة ومن يحاول إفشال هذه الحكومة. قد يكون هؤلاء مدراء الأقسام في الكهرباء هم مرتبطين بأحزاب معارضة، بأحزاب لا تريد قوى الإطار أن تنجح، ربما من خارج قوى الإطار. أيضا هنالك لا تنسى هنالك حتى هناك اتهامات لبعض الدول الإقليمية التي تريد عرقلت أيضا إنجازات هذه الحكومة. هنالك إنجازات كبيرة لا شك، حتى أنا أتصور في تصوري من بس لا انقطع الانترنت إضافة للكهرباء، وهذا من ضمن الإنجازات. أستاذ الوحيري ما سمعناك، قل الدول، قل الدول وانقطع الانترنت، شنو كان؟ لا 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 لا، أنا أقول قد يكون هؤلاء المتظاهرين بعضهم مدفوعين من بعض القوى السياسية التي لا تريد نجاح هذه الحكومة. طيب. هذه من جهة، وبعض الدول الإقليمية. أنا قد يعني أكون صادق معك أنه قد يكون في هذا الجهة، وبالتالي يحاول أن يقول أنه لا توجد إنجازات لدى هذه الحكومة، وبالتالي يدعو إلى مظاهرات بحجج، وهي قد تكون مثلا انقطاع الكهرباء، وهنالك من يحاول تخريب منظومة الكهرباء، قد تكون من داخل وزارة الكهرباء، وبالتالي إشعار الرأي الشعبي أو العام بأنه هنالك تعثر في هذه الحكومة، وبالتالي يجب التظاهر عليها.